إذن أسبوع جديد من الحياة في ظل فيروس كورونا تأقلم فيه المصريون نسبيا مع حظر التجوال بشكل كبير، بيد أنه في المقابل وجد أهالي العديد من القرى والأحياء أنفسهم تحت صوت الحجر الصحي الكامل بسبب وجود حالات وفاة أو إصابة بفيروس كورونا، وتسبب ذلك في معاناة كبيرة داخل هذه القرى وبروز مشاكل جديدة على أهلها، من بينها نفاد المواد الغذائية وغلائها. ففي قلب محافظة المنوفية وتحديدا في مركز قوسنا تعيش قرية شرانيس أياما غير عادية بعدما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 11 حالة، ما تسبب بحالة من القلق لدى المواطنين تخوفا من ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في القرية، ومن ثم تم فرض حجر صحي عليها ومنع الدخول إليها أو حتى الخروج منها. نشاهد حال هذه القرية. تم حجر صحي على قرية شرانيس. غير أن الجانب السيء للحجر الصحي ظهر سريعا في شكوى الأهالي من نقص الطعام والمواد الغذائية، إذ اشتكى تجار القرية من أن بضاعتهم أوشكت على النفاد، بينما يرفض مندوب المبيعات توصيل البضائع إلى قرية شرانيس بعد انتشار أنباء عن أنها موبوءة بفيروس كورونا. بلدنا مصابة، احنا بلدنا فيها دمار، قرية في وسط محافظة مش عارفين نعمل ايه، اغيثونا، قعدنا من شغلنا، بريد اتقفل، غاز ممنوع عننا، مية اتقفلت عننا، صرف معاشات مفيش، كل ده ليه؟ عملنا ايه؟ وباء جاي من عند ربنا، ده ابتلاء، بنطالب سيادتكم تقفوا معانا، بعتولنا قافلة طبية، سيارة، تحاليل متنقلة للمصابين اللي خايفين يخرجوا من بيوتهم وبيعدوا اللي زينا. احنا لا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب ولا عارفين ننام ولا عارفين نقعد، احنا مهددين ومحطمين نفسيا وكل حاجة في حياتنا متدمرة. تلك استغاثة أهالي قرية شرانيس بمحافظة المنوفية. أما قرية المعتمدية في كرداسة بالجيزة فلم تكن أفضل حالا من شرانيس، فقصة انتشار فيروس كورونا بها بدأت مع وفاة مسن متأثرا بإصابته بالفيروس، لكنه رحل وترك العدوى في شقيقته التي أجرت التحاليل اللازمة لتبلغها إدارة المستشفى بعدم حملها للمرض، بيد أن الأيام التالية كانت حبلى بالكثير، فالسيدة شقيقته توفيت هي الأخرى ثم دفنت، وعقد أهلها عزاء حضره كثير من أبناء القرية قبل أن تعلن ذات المستشفى عن نتيجة مغيرة تفيد بأنها كانت مصابة بالفيروس، لتشعر القرية كلها بالقلق من احتمالية إصابتهم بالعدوى. أول معتمدية في أماكن بتوزع 30 وبتوزع معونات الناس وعضو في البيوت، النزول فقط للضرورة القصوى. يا جماعة خافوا على أهاليكم، خافوا على نفسكم، الناس دي كلها في الشوارع أحسنكم أنتم، حرام عليكم. بعد ذلك انقلب حال قرية المعتمدية رأسا على عقب، وأصبح مشهد سيارات الإسعاف مألوفا لدى أهالي القرية وهي تدوي بصيحاتها لنقل الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل، وسط مشاعر بالقلق من تكرار مصير القرى الأخرى في ظل نقص الطعام، فيما بدأت عمليات هجرة موسعة إلى خارج القرية عبر طرق جانبية يعرفها الأهالي جيدا ولم تغلقها قوات الشرطة بحسب شهود عيان. الناس بتعدي كلها هي، الناس بتعدي عشان الناس الكدابين بيقول لك حظر حظر، هو حظر بس على العربيات الأجرة والموتوسيكلات والعربيات الملاك وعربيات المواد الغذائية بتخش عادي. أي الناس كلها معدية، أدي شارع هايل، أدي السلم. بص يعني اللي وقفوه بتاع الموتوسيكل ده ممنوع، الموتوسيكل بره إنما يعدي على رجليه.
اللي عايز يروح شغله يروح، اللي عايز يقضي مصالحه يروح من شارع ناهية. وحول ما يجري في قرية المعتمدية أو قبل ذلك في الجيزة أيضا تكرر نفس سيناريو قرية المعتمدية، ولكن في مدينة البدرشين هذه المرة، حيث شيع أهالي البدرشين جنازة متوفى مصاب بكورونا يدعى خالد مهدي، وتوفي في مستشفى حميات إمبابة، وأخبرهم مسؤولها بأن يدفنه بشكل عادي لأنه مصاب بالتهاب رئوي فقط، إلا أنهم أرسلوا إليهم رسالة بعد دفنه تفيد بإصابته بكورونا، ما جعل الأهالي يفرضون حجرا صحيا عليهم. نشاهد مشهد الجنازة.